لقد حملني اليوم الفرح المملوء حكمة وتمييزا لأكرر كلمة النبي القائل: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ولنتهلل فيه. هذا هو اليوم الذي لم يكن قبله مثله ولا بعده آخر يشبهه. هذا هو العيد العظيم، فخر جميع الأعياد. هذا هو الفرح العظيم الذي منح اليوم للكنائس. فهلم بالسلام أيها اليوم الجديد الذي به زال سلطان الظلام. هلم بالسلام أيها اليوم الذي لا يشبهه أول أمس، الذي أبطل سلطان الظلام القديم. هلم بالسلام أيها اليوم النير الحامل بشارة بهية. هلم بالسلام يا معزي المغمومين، يا مفرح المكتئبين، يا جامع المبددين، يا مقرب البعيدين، يا مبهج المتضايقين، يا مشجع الخائفين، الزارع زرعا جيدا في مسامع التلاميذ زرع. هلم بالسلام يا يوما لا يعقبه مساء، وصباحا فرحا لا يحزنه غروب. هلم بالسلام يا يوما لا يدركه الموت، وقيامة لا يلاقيها السقوط. هلم بالسلام يا بكر الأيام الذي بمواهبك تزين العالمين. الموت ذل والحياة ارتفعت، الجحيم مغلوق، المعمودية مفتوحة، الشمال خالية، اليمين مرعدة. أول البارحة ضرب الراعي فتبددت خرافه، اليوم هربت الذئاب وابتهجت الرعية. أول البارحة يهوذا قبل الرشوة، قيافة يشير فيسمع، حنان يشكو الكتب في سجس، بيلاطس جالس، سيدنا محتضن العمود، أندراوس يهرب، بطرس ينكر، يوحنا بعيد، توما مختف، يعقوب مندهش، وجميع التلاميذ بعيدون في كل الجهات. أما اليوم فقيافة مبهوت، حنان خجلان، يهوذا مخنوق، الفضة مرذولة، الكتبة صامتون، رؤساء المجمع يسترون وجوههم، اللاويون يبكتون بعضهم بعضا، بيلاطس يتعجب، المشاغبون والشرطة يهربون، وجماعة الذئاب تبددت، الراعي تكلم مع النعاج، والرعية استنشقت رائحته فانتعشت. مريم تفرح، سالومي تبتهج، المجدلية حاملة بشارة السلام، التلاميذ رفعوا رؤوسهم، الرسل خرجوا من مخابئهم، بطرس ويوحنا إلى القبر يسرعان، متى وبرتلما بفرحهما يبتهجان، أندراوس ويعقوب لشدائدهما ينسيان، توما يعترف، بيلاطس يمجد، طريق القبر مرعد وسبيل الجلجل خال، الحزن عبر إلى الشمال وقام العزاء عن اليمين، باب القبر أضحى خدرا للمقتول. هنا نصرخ جميعا ونقول: أين شوكتك يا موت، وأين غلبتك يا جحيم؟ اليوم قبل الحراس الرشوة وقالوا إن التلاميذ سرقوه ونحن نيام. ومن بعد هذا ظهر للمريم المجدلية وللبقية، أما الرسل فبوجوه سافرة أعلنوا قائلين: إننا نعلم أن المسيح قد قام من بين الأموات، ولا يموت بعد، ولا يتسلط عليه الموت. وحيث إلى هذا الفرح قد دعينا، وإلى هذا العيد قد حضرنا، فلنعانق بعضنا بعضا بالمحبة، ولنقبل بعضنا بعضا بالمودة، ولنعطي السلام الواحد للآخر. سلاما بلا غش، سلاما بلا رياء، سلاما خاليا من الخداع، سلاما ليس كسلام الإسخريوط الذي خنق نفسه جزاء له،
ولكن ذاك السلام الذي أعطاه مخلصنا لجماعة الرسل في العلية. السلام معكم جميعا، لأن السلام هو زوال العداوة القديمة، لأن إلى السلام دعينا، ولأجل السلام اجتمعنا كعادة كل سنة. القيامة عليكم والحياة بالمسيح، فإن ربنا حررنا من الموت وجعلنا بدلا من المائتين غير مائتين، ومن الآدميين مسيحيين، ومن الترابيين سماويين، ومن النفسانيين روحانيين، عوض المخاصمين هادئين، عوض المشاغبين مسالمين، عوض الحقودين محبين، عوض القاسين رحومين، عوض الجسورين وديعين، عوض المتكبرين ورعين، عوض المرتفعين متواضعين، عوض الظالمين شاكرين، عوض الشرهين صائمين، عوض السكيرين ناذرين، عوض الدنسين عفيفين، عوض المتكاسلين نشيطين، عوض الخاطئين صديقين، عوض الآثمين عادلين، عوض الطالحين صالحين. فلنحب بعضنا بعضا من كل قلبنا، لأننا إلى هذا السلام دعينا يا أحبائي. صفقوا جميعا، مجدوا عاليا، عظموا جديا، سبحوا روحيا لذاك الذي اليوم قام من بين الأموات، وبقيامته أقام جميعنا. آمين. وكما وعد اللص اليمين، إن اليوم تكون معي في الفردوس، هو يؤهلنا لاستقبال ظهوره، فنشترك بملكوته السماوي. آمين. بارخ يا مريا عمدي يخن قدشا، ومزد بقاوش لامام. بارك يا رب كنيستك المقدسة، وأسس فيها السلام. انطر يا ماران بابا واثن قديشي، مار فرنسيس بابا دروما، مار لويس قاثوليقا باطر يركا، انطر بيوما ثدييهن ايتاثا، وهليهن اشلاما. بارك يا رب الكهنة، وقدسهم بالسلام. بارك يا مريا شماشي، ومنضف لي بشلامة. بارك يا رب الشيوخ، واسندهم إلى قضي بالسلام. بارك يا مريا جوانقي، تدرخش بأرخا دشلاما. بارك يا رب الصبيان، وربهم بالسلام. بارك يا رب رؤساءنا، واحفظهم أنفسهم والبلاد بالسلام. بارخ يا مريا المسكينة، ومدابي ريب شلاما. بارخ يا مريا عمدي يخمشي حايا كلي، تدم زايح ايد واثق قديشي بشلاما. متى ما احتفلت بالعيد العظيم والقيامة العامة، وكملت الأسرار والرموز والأمثال، نستحق جميعا أن نفرح بك ونتمجد بميراثك، فنصعد المجد والشكر بيدك لأبيك وروحك القدوس، وعلى جمعنا هذا بأسره، وعلى الجماهير المجتمعين اليوم باسمك. تفيض مراحمك وتحل وتسود وتدوم وتستقر إلى الأبد، الآن وكل أوان، وإلى دهر الداهرين. أودي الأخبع تربثا
حادق ذي الشهر هللويا. سمع اليد له ثاخ وخرس يهدي رادي قاراخ وقاصد رين شوي حد مارو ثاخ اي كاد خرو مشمشان اي كم هلين امي نايث واصراب مشبحان اي كم قد شين لا شلوائيث بركينا نبذحلا وسغدينا نبرعلا ومودينا ومشبحينا دلاشل وبخل عدا ما ردخول اوا وورا وروحة قدشا العلمين مريم لعضو صرع دوس وذلم حلاوة ولورا والروح قد قذش الانشد ولهان ريحها النيد والسيموث الحباخ ونارا نوشاثا بذاث دشراراخ نشتويد نقبل قليان براخ حبي ود من شبيام وثما نو ديلاخ وانشب حاخد لاشل وبعتاخ مخللتا مل يذكل عذرانين وخلطوين دتو بارواروا يدخل العلمين
الشريرة إذ من أحمان الضغرين والتوبر قطا والنوشاتان ومن أطران أمين الطحيين والأخمار حياوينا حياوينا نودي ونسجد ونشباب خل عدا مارد خول العلمين أمين أرم قلخ شبا كل عما لا لها حيا قد شاء لها قد شاء حيثنا قد شاء لما يعثى إثر رحم عليه قديشة وشفيحة وحيلتنا ولا ما يوثد وقديشة عمار ومثنى الصويان مثك شبينان إذ بنمار حصراحم علينا أغدم عاد أدخل عدا مار أدخل آوى وورى وروح أدخل شاء العلمين أنهر لنمارا ولا زوط حوشا لمصاد والمستكال وشمعة هنية بقدانك محياني ولا هاي أولان بطيب وثوى ورحمي نقطب من هون يطرانا حبا وصورة وبرقان شعلنا وشا والبغرا نزمر لاخ شوحة أمينة لأجل عدا ما ردخول آوى وورى وروح أذقذ شاء العلمين اجلسوا وانصتوا إلى نبوة إشعياء بار قومي استنيري قد وافى نورك ووقار الرب سيشريق عليك لأنه ها هو الظلام يغشى الأرض والديجور الأمم ولكن عليك يشرق الرب ووقاره عليك يتراءى فتسير الأمم في نورك والملوك في نور إشراقك ارفعي عينيك إلى ما حولك وانظري
كلهم يجتمعون ويأتون إليك بنوكِ من بعيدٍ يأتون وبناتكِ من على الأرائك يربين حينئذٍ تنظرين وتستنيرين وتفرحين ويرحب قلبك إذ تنقلب إليك ثروة الباح وقوات الأمم تأتيك جماعة الإبل تخشاك بكران مديان وأعفتا كلهم من شبأ يأتونا حاملين ذهبا ولبانا وبتسابيح الرب يباشرون كل غنم قيدارا تجتمع إليك وكباش نبايوت تخدمك فتصعد للمرضاة على مذبحي وبيت جلالي أماجده بارخ مار قوم الصوفات شورايا مريا أملخ ذو صرعام مريا أملخ ذو صرعام موسى ويوا تزديق خطيثة إيكا زد لخطيثة تامش بخل نعمة ديغ دملك لخطيثة موثا هادغ بدملك نعم بكينوثة تخاي أبدي نايم بنا ونجيوث دمارني شوم شيحة ما بدام أمروخ كالوغ بخطيثة شبخة نام خسلة سبب أخنيد مثلا لخطيثة ديخة وقاوة آخرتها
يان مولك يديتون اخني دعمد لن بيشو عمشيحة موثي إلى مدلن بشل قويرا مي ما مودي ثتموثا ديخ قملة إيشو عمشيحة بيني ميث بتشبوح تدبابي هذا غم أخني بخاي خاثر أخشو سبب بغداد بشلن دريم بدم يد موثي هذا غم بقيم تبدأو كيدو غدبرناشا عتيقة بشلصلي وامي تضبطلا بغرض اختيثة قاخر تلا خادم خطيثة سبب اود مثل بشل ازم خطيثة ان اخني بدم مثلا امد مشيحة هيمن وغمد مشيحة بتخو كديتو مشيحة قمل بين ميثم قاخر تلق مايث موثلك حاكم الليم نعمت تدمارني شو مشيحة ويمت كله خنا خنوا ثيامي يوم نادي لبوضا صيقار يوم نادي لبوضا صيقار شابم خشكه هجدوني خشكه ثيلة مريم مغدلي تلبث قورا وزيل الكيب اشقيل من قورا ورقل ثيل القيب الشمع كيبا والقيب تقو تلميذة خنت بأي والئي شوع ميرا طليهين كم شقلي لمارا من أي قورة ولك يذان إيكا كم داري فقل شمع أو تلميذ خن وثيل البث قورة عرقي وتراويهم بغداد أو تلميذ عرق لكم قادم للشمع وثيل قما يلبث قورة خير غزيلك ورا خدريام وأوارا لأويري ثيل شمع بصري وير البث قورة وزيلك ورا خدريام
اي كفي يدوا ويصر طريشه لا امت كراخة الا غديته ودريثة خبار اخنا بغذى دكثا اي قهى ويرهم او تلميذة الثلقة ما يلقورا وغزيل ومهوي من بذهش ليذي ومن كثاوة دي لحظيرة قاي من ميثل وذهب التلميذان أيضا إلى موضعهما أما مريم فكانت واقفة عند القبر تبكي وفيما هي تبكي تطلعت في القبر فرأت ملاكين بثياب بيض جالسين أحدهما عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا فقال لها يا امرأة ما يبكيك قالت لهما أنهم حملوا سيدي ولا أدري أين وضعوه قالت هذا والتفتت إلى خلفها فرأت يسوع واقفا ولم تكن تعلم أنه يسوع فقال لها يسوع يا امرأة لما تبكين ومن تطلبين أما هي فظنت أنه البستاني فقالت له يا سيدي إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته لكي أمضي وأخذه قال لها يسوع يا مريم فالتفتت هي وقالت له بالعبرانية رابوني الذي تفسيره يا معلم قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي بل أمضي إلى إخوتي وقولي لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم حينئذ جاءت مريم المجدلية وبشرت التلاميذ بأنها رأت الرب وأنه قال لها هذا شوحا لا لها أمين مقرون آذي دي وحثة لهيت لي قاردت لي ثايوثة قدشتا بدل أخون كل أخون بدل نيثد بثواثة ويالد مرعيثة كليهن دمريا آلها مبارخ قويو ماثديا اديو وكديوم مبارخ بإذا واثديا امت كل آني عوقان دي وغبغزاي ليهن مقرونا بدل كل آني دي ليهن حشاني كل آني دي ليهن مرية مريا آلها باسم لبواثيهن بشلامة باسم بغريهن بكل إيقارة تدهاوي دائما هاو دائما حاضر تدمزيوحي إذا واثد مارا دخد عاجب ليلة أكيد خايديا الباي دمشي حاي دائما الجمعي
تأذي يوم بريخة لكن دائما أمرخ عجبون آلها آلهك عاجب ليلة تدمق روخ زويا حديح دخد آود كبه وآو بيولن أرخ دائما تدمخ ويلا دخد كبوخ مزيحوخ إذا واث ديح عجبون ديح إلى آذي من بيثواثة كليهن من بيثواثة دمشي حاي بايش مزوي حمارة نيشو عمشيحة بسبب هذا خشلامة وإيقارة خبوركثة تكل آني دي لهن بهذا متابعة طالا لد مواقع التواصل الاجتماعي إديو تدمر يالها عجب ليلة من بيثواثة ديا كتخة بيثح تديول تمارا أذ إيقارة تكبيلة كذلك أقدم هذه الذبيحة الإلهية على نية جميع المرضى خاصة في هذه الأيام التي يعاني منها العالم بفيروس كورونا وتزايد الإصابات في بلادنا في إقليمنا العزيز تأكيد نصلي من أجل كل اللي هم بالخطوط الأمامية من الأطباء المسؤولين اللي يحاولون مواجهة هذه الجائحة ربنا يباركهم ويبارك في حياتهم من أجل أن يتوصلون إلى أيام سلام وصحة ويعود أو ترجع الحياة إلى سابقتها وأيضا يطيب لي أن أقدم الشكر لفخامة رئيس الإقليم كاكنا شيرفان بارزاني ولرئيس وزراء حكومة الإقليم كاك مسرور بارزاني لبرقيات التهنئة اللي قدموها ومع كل الأمنيات في حياة وفي أعياد تكون مباركة وأيضا برقية خاصة أيضا وصلت من فخامة الرئيس مسعود بارزاني للتهنئة بهذه المناسبة دائما نؤكد صلاتنا من أجلهم ومن أجل كل المسؤولين من أجل أن يكون هذا الإقليم دائما بالرفاهية يا بختة تمهيوت ببخايا وقلد منيوت بجيالة مشوريلة آلها يوم خاثة وقريلة مريم مغدليتا آيد واو أمد إيشوع من قليلة ومطيلة منح والصليوة تد كمقاريلة تد أثيا من مخشكة ودخدش ميلن قو إيوان قاليون يامر خشكة ويوا وآذي ويوا خعلامة خإشارة تخشكة دئيثن بقاوح آذي مسبب ولدها لوا وبغزايا بهرد قيمتا بهرد آلها كدوم طيلة الجيبة قورة غزيلة خمندي عجيب بريلة تاما أو كيبد ويوا درية اللي تقور دمارا بش لطئينا قلولة زلة الجيبة بطرس أو تلميذة بائيوة لمارا وميرا طاليهن من دي دفهملا شقل ليهن مارا من قورة وليذن أيك كم داريلي أكيد هذه إشاعة ولا بريستا بن يوماثا ونقاليون دمتا يا مير رالن أنه بريسلا هذه إشاعة بيني عم كليهن ثيلي تلميذ ديح وكم جنويلي وآذي خمندي مستحيل إلي بسبب إي شعوي وحكيمة روماي يحكم لي إلح وطلبوا عليهن رشانة كهنة وكثاوي وبريشة تدبايش نطير قورة ديح ودريوا عليهن عسكراثة وعقوبة دموثة والا الآن عسكراثة إن دمخ ليهن ين بش لقنيوة منيهن بغرد مارا انهاوي بنوبة ديهن كدش ميل بطرس رقلة آو أو تلميذة دبائي والمارا بسبب شميلهن خخبرد لوي وحاضر تتشميله أو تلميذة أخني بطرس كم يذخ أنه كم ناكير تمارا ويوا رحوقة أو تلميذة بائي والمارا يذخ كم ويوا قيبد صلي ودمارا أي قدمارا ولا طالح تدار بالا ليمح مريم بسبب لثوى ليالي
لثوال أخن واثا مسبب إن أثوال أخن واثا مارا إيشع وإن أثوال مريم يمن يالي تمهي مارا بدي ول انطارة عناية يمح تتلميذ دلي ذيوالي لكن يا ميران قو إيون قاليون دخدش ميلن التلميذ بأيوا لمارا رقل ومطيل قلولا قي مسبب حب دمارا شوقل من آذي تلميذة لا بس خابرناش مهمنا لكن ويوا أخونا ويوا خورا ببريشوثا إيشع ولت آذي تلميذة أو خزنت ربثا يمح كم يولى تدهوي أمانة بيدت آذي تلميذة ما قد بائي والم سبب هذا أثحبد إثوى من إيشع الآذي تلميذة كم شاوقل تدماطي قلولة وصل هذا التلميذ الذي أحبه يسوع إلى القبر أولا لم يدخل احتراما لمكانة بطرس فهو الصخرة والأول بين التلاميذ دخل بطرس وشاهد اللفائف ومنديل الرأس ليفند كذبة سرقة الجثة السراق عادة من يسرقون الجثث وكانت ظاهرة موجودة من يكونون في هذه الحالة دائما يكونون متسرعين فيأخذون الجثة مع اللفائف شمعون بطرس والتلميذ شافوا أنه الأمر أو كل شيء هو في مكانه وأكيد نتذكر قصة إقامة لعازر وكيف خرج لعازر من القبر مشدود اليدين والرجلين ويسوع وقال حلوه لكن اللي صار مع يسوع يختلف تماما كل شيء موضوع في مكانه وكأنه الأمور صارت بدون عجلة واللي صار هو أن الله أقام ربنا يسوع ومجده وسوف يعلن بولس مثل ما سمعنا ونحن نعلم أن المسيح بعدما أقيم من بين الأموات لن يموت بعد ذلك ولن يكون للموت عليه من سلطان هذا كله كان تدبير الله اللي ما فهم الرسل بطرس والتلميذ وعادوا إلى البيت وأيضا مريم المجدلية لم تفهم شنو اللي صار لذلك بقيت عند القبر حزينة على فقدان جسد يسوع لأنها لم يعطى لها الفرصة لأن تقوم بعمل الرحمة تطيب الجسد كان أعظم عمل رحمة ممكن أن يقوم به الإنسان أنه يطيب جسد الميت والأعظم من يطيب جسد ميت إنسان غريب لا أهل له لا أصدقاء مثل يسوع ترك وحيدا لذلك دائما أعظم عمل رحمة كان هو هذا لأنه ما في إنسان يشكرك عليه مكافأتك هي عند الله ومريم حزينة على كثير من هذه الأمور خاصة أنه عمل الرحمة ما موجود بطرس ويوحنا شاهدوا الأكفان والمنديل داخل القبر هي شاهدت ملاكين قال لها يا امرأة لما تبكين قالت لهما من دون أن تخاف منهم عادة في الكتاب المقدس من يظهر الملاك دائما هناك خوف رهبة والكلمة الأولى تأتي لا تخف أو لا تخافوا مريم لم تخف لكن مباشرة قالت أخذ سيدي ولا أعلم أين وضعوه وهي تحدد مكانتها أخذوا سيدي فهي خادمة فهي خادمة هكذا تقدم نفسها للملاكين قالت هذا والتفتت ورأت يسوع ولم تعرفه وأكيد ما هي الأولى أنه هي ما تعرفه تلميذ عماوس أيضا لم يعرفوا يسوع عندما ظهر لهم أيضا التلاميذ كانوا في شك عندما ظهر لهم يسوع في العلية وتصل إلى أن توما يطلب من التلاميذ أنه لازم يشوف برهان على القيامة حزن مريم هو حزن مبرر
لأنه يسوع أعطى لها الحياة من جديد بعدما كانت مرفوضة من قبل الجميع. في حياة مريم المجدلية نوعا ما هي ميتة في جسد حي بسبب يعني الأرواح اللي كان فيها بسبب خطاياها، ورافقت ربنا يسوع مع حلقة التلاميذ والأصدقاء وكانت شاهدة لتدبير الله الرحيم من خلال لكل المرضى، مرضى الروح والجسد، إلى أن أوقف الحسد والبغض حياة ربنا يسوع فعلقوه على الصليب. لذلك هي شعرت مثلها مثل غيرها أن الشر غلب وهو انتصر. لذلك جاءت إلى القبر تبكي، تبكي أن الظلم هو اللي غلب. ربنا أحياها في السابق ورجع مرة ثانية لأنه الراعي الصالح، ويشعر أنه أحد أبناء الرعية تاه وهو ضائع وممكن يكون يموت في الحزن. يسرع ربنا وهو الراعي الصالح إلى مريم في البستان من أجل أن يبشرها من جديد. أن امتخملوخ مندي دوذلا مريم مغدليتا جيبت قورة إلى خمندي رابا بسبب خأم مخئيش وعد بايش حكيمة اللي حب موثد صليوة معنى ديح كل حكمة بدناطر مني ليهن خوضران دآذي تبش لصليوة بسبب أتبايش صليوة من حكمة دروماي اللي دصليوة معنى ديح إلى درق الحكمة، هذا حكمة بتخازم مني ليهن خوضران دقيشع لزديلة لكن بوليلة زلة، وآية يذا لبس روماي إليهن درق الإيشع كثاوة بريشة رشانة كهنة كليهن إليهن بجيال المنيلة خوضران دقيشع حب دي احتمارا إيشع مشيحة ويورابة تغلب للكل آذي مندي وزلة بأوليلة يذخ لبوا وبإيثة من عمة وآذي خمندي ممرآنة لأجد رائش برناشة تخوضران حلق بيلة تخوضران حلق بيلة إلى مستغل هذا مريم كرأشاوة بخايديح ولد ثيل مارا وكم خازيلة ول طالح خاي خاث كدمير طالح بإداثة رحمة آلها كبيلخ دي وتبراتح ديح آذي حبة والخايتة مريم مغدليثة إيل غديق برناشة لم هيمن من دي تبش لبيلة طالح من آلها قومارا يشوع مشيحة غديق خملك نابق من قصر ديح وزالق ألول دمذيتة ديح وخازي خبرناشة مخدمني فقيرة مسكينة شناشة ليبة تتخازي القوايا بامر طالح اديو بتقارنخ تدهاوت جيبي بقصر دي لا بس تأد أخلت وشاتت وبس لكن بدمقي منخ وهاوت شريك أمي قو آذي حكمة آذي قوايا آذي مسكينة اجت خاز ملكة ديح شوق لقصرح وثيل ايك ديلة وكم شاقل من ألولة من أن شوارع ديثم قاويهن وكم داري لقو قصر ديح ما حب زي الهاويل التملكة ما حب ما طاع زي الهاويل التملكة زي الطايع للام بيغم اكزد من آذي ملكة لكن غزيل خ حب راب من آذي ملكة بسبب هذا كل خايديح زي الهاوي طياعة آذي لمريم مغدليتا آذي لكل برناشة منن هذا خواجبي لتدم تخملوخ ايقد أمره خلاص دبريل طالن مقومارن يشو عمشيحة دخيلي ملكة شوق لقصر ديح شمياثة ديح ثيلد أيك ديوخ أخني بخطياثا بتخملياثا لغزي للخطياثا لكن كم طائن للجيبح وزي الآمر مريم مغدليتا وزي الآمر تكتخ أمنا إيثن خمهمة خرسالة زي الشقلتة قو علمة وآذي كبنا منخ
كما وذلن شريك جو بشارة ديح. عندما حضر ربنا يسوع عند مريم في حزنها قال عمن تبحثين؟ مريم في الظلمة وما زال الظلام باقي، في ظلمتها الروحية تقول أنه هو البستاني، إلى أن يأتي الصوت، صوت الراعي، الراعي الصالح الذي ينادي كل خروف باسمه، مثل ما قال ربنا في خطاب الراعي الصالح، يعرف خرافه كل باسمه، يا مريم. وأكيد هذا الصوت تعرفه مريم، لذلك تعرفت واستجابت، لكن الاستجابة هي ما زالت مريمية، رابي، رابوني، معلمي أنا. ويسوع هو أكثر من معلم، يسوع هو أكثر من معلم. دائما نسمع أو نقرأ في كثير من الأدبيات والبوستات، وكثير من الناس تقدم يسوع أنه هو معلم أخلاق متميز ما صار مثله في 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 العالم، بس هذه مو حقيقة يسوع. يسوع هو أكثر من معلم، رابوني. وتريد مريم تحتفظ بيسوع لها، ولهذا يسوع يقول لا، بعد أكو، صح أكو تعليم، أكو موت، أكو قيامة، لم أصعد إلى أبي وأبيكم، قحلول الروح القدس ويكتمل، يكتمل عندنا تدبير الله الخلاصي. وجديد القيامة هو اذهبي وقولي إلى إخوتي. مع يسوع في إنجيل يوحنا بدينا خدام، ويسوع قال لا أدعوكم خدام بل أصدقاء. بعد القيامة يسوع يقربنا أكثر، إخوة، إخوتي، لأول مرة يستخدمها، قولي لإخوتي. القيامة أعطتنا هالشركة في العلاقة ما بين الآب والابن، وصرنا إخوة للابن. أما الذين قبلوه، الذين لا من لحم وما من دم، أعطي لهم أن يدعوا أبناء الله. هذه هي بشرى القيامة. يسوع في تعليمه ينقلنا من الخدم إلى الأصدقاء، وفي قيامته ينقلنا من أصدقاء إلى إخوة. لكن مو لنفسنا، اذهبي وقولي. فما يقول ربنا يسوع اليوم لمريم يقول لكل واحد من عندنا، أن نذهب ونقول للعالم، العالم المتألم اللي يحتاج إلى الأخبار المفرحة، إنه الخلاص بيسوع المسيح هو نعمة لكل واحد، نعمة لكل واحد. وكلنا يطلب من عندنا أن نكون رسل القيامة. فإذا مريم بدت هذه المسيرة وكملت الدعوة، اليوم وكل يوم يطلب من عندنا ربنا يسوع أن نكون في حياتنا، في عوائلنا، وين ما نكون، نكون رسل القيامة. القيامة اللي هي حياة وسلام لنا وللآخرين. نتحد معا كلنا بالصلاة مع كل اللي يشاهدونا ويسمعونا. الصلاة من أجل العالم، العالم الحزين اللي يحتاج في كل لحظة إلى لمسة يسوع الشافية. ربنا اللي ينظر إلى العالم بعيون الرحمة، ويريد يباركنا ويبارك الكنيسة ويبارك العالم بنعمة القيامة، ويقوينا كلنا من أجل أن نكون مستعدين أن ننقل بشرى القيامة. المسيح قام حق. No. أنو ذا ذي لا رب الله ولا هو عدو الشر.
ماريا لها حيثانا مثك شبيلان وشالينان شملة عمن طيب وثاخ واشبع بذين موثق رحمك وحنانا داله وثاخ نهون الحوسي حوبد عماخ والشوقان احطاهد خل عاند مريثاخ دغوت لاخب طيب وثاخ ورحميك بارد خول اهوى وورا روحة قدشا العلمين بدل خلاص دي يمكن باقد لن تدود دخران دموت وذق ورت وذق يمتي أو قابل الذي دوح ثمني ذي بنعمة ورحمة العلمين آمين بقدان وخمارا والهان بقدان وخمارا والهان بيش دري وصيفاني رازي بشبح وقديش ومحياني ولا هاي اللي تمثحهم حسيانا ولي ثيث دمارن قاد تري مشمية طالي شو حب كل عدان العلمين آمين نتقبل قربانا حلاوة ولا ورا ولا روح عديق ذي شام علما ذي بحق ذي شام نهوي دوخ رانا دوث التامريام امي دالها من عالم واحد من عالم آمين وآمين شيحا والدورا نمر كل عام آمين وآمين دخران ماريا وسيب علما ذبح قدشان
عم كيني دان صاح سهدي دثك اللال أخني كم هي منوخ خالها بابا طباخ الكل بلاي مشمية وأنا كل من دي دبايش خزية ولك بايش خزية قوخة مريا إيش رمشي حامل بلاها يكي دايا وخلت كل برياخة آود من بابي بشتهو يا قم كل عني وليل بريا آلا حقاني من آلا حقاني بركان بابي قوي داتي بشتن سوى عنه بشتن بريا كل من دي أو السباب الأخي مينا شوف سرم خلاص دي تفلي مشمي وشتن لقول الخير روحك تشرب شوى ماشا تشرب طينا ويا من ينفلتا تنمي حشر بشتن سوى يوم عاد القطي وصفي لابس مثلو بشتن بريا اليوم الطاقة من بين يمين في بيب في بيب صلى شلام عمان شلما وهو هيمان وثاد اشرارا شمش الموه وثاخ دلواثان نسق لاخ تشبح تاوي قارة وثودي ثو سغثا هاشا وهو خلزوان والعالم علمين لا ما عم خون أحايها وشلاما حاد الحاد حب دمشي حام هللويا هللويا يا مشي حيشقوا
الدين ونصلين شلاما عمان هيا نعمد مارني شوم شيحا وحب دالا بابا وشريك وثد روحك قدشا ويمد كلان دها وكل عدانا والعالم علمي آمين العيل نهون مدعيكم استاذتكول كفايش مقروا وزاديق شلاما قديش وصراب روحاني سخطة تستذوث وخك مقروي كدم عيطي وكم شبحي دلبطال وقاري خا الخنة وكمري نحاش ود نقرو والموتى قول اليد مشلم وانسى ولحمة بذا وقديش اثى وارم عينا والوثخ لها او يحث كل ودي لا خوارق وقصاويا والثلمي ذو كذا مار ساوى خول مني كل خون هنا وفغر تعال بيكون مثقصي شو قانا تحتاه أخا
خنا من باثر دحشي من ساع وبيذا وقدي شاثة كاسة دخيا وودي لخواري خويا والتلميذة وكذا مار ساوشتا مني كل خون هنا وديم دثياثي قحمد العالم رازد هيمن وثد أحلى بيكون وأحلى بسقية مثل شيد الشوق أنا تحت كل إيمان دو ذو تؤذي تتخراني أو ذو تولي حيلو ثدك يا ننبرح مش بيخد نعمدي يخم بدل كل عون ونعمت يا ذق دل قيبا مسقوخ طالوخ تشبوح توي قارة وشكارة وزغادة دهب كل عدانة والعالم علمي لها خيلان اقبل هذه قربانة مقروخ لطالخ بدل كل نعمة ياث اختبثلت دل أبد مط مريم طوانيثة كل بابا واثكين وزديق دشبير يقامخ كل يشليح ونوية وكل يسهد وموديان بدل كل تقدش تقاثو لقيت بدل بابا واثن قديش مار فرنسيس بابا دروم مار لويس قاثو لقا باتريارك بدل كل أبسقوبي كهن مشمشاني رباني وربان ياثا نعم مريا لا خيلا نقبل هذه قربان بدل كل يغبين وحشان بدل كل سنيق وعيقه بدل كل يكريه ومعذب بدل كل عنيد دبرشليم شنيلي من بيناثن بدل آدي عمدك ناطر وكسابر رحم ديوخ تقبله يا رب لأجلنا نحن المنتظرين رحمتك لا تعاملنا بحسب خطايانا أهلنا جميعا للمغفرة بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بإيمان حق إحسانا منك تقبله يا رب لأجل هذا الوطن وسكانه وهذه المدينة عنكاوة وأهلها صنهم بقدرتك من كل الأضرار والآفات وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام شيحاش لا همخني يا ماري همخني يا ماري أودخم حيلو ربيوم شقيد جميع بشمخ قيمة قامخ بادي عدان قبلنا مسبيث الدمية بن برونخ كدخن بصيخ مشبوح معلوي بدخران دادي راز ربه ومزدانه وقديشه ومحيانه ولا هاية رازت حش موته وذقورته وذقيم تدمارا ومخلصانا يشو عم شيحة ويتون قيمين وانصر لين شلامة أما نيثي مار روح قديشة ونثنح القربانة هذا العوديك وانورخي وانقد شوبني ولا مار توساي حوبي والشو قانا دحطاي والصورة ربا دقيمة من بثميثة والحي حث ملكوثة دشمية عم كل دش بارق ذاميك عالا بي كل مذبران وثاذي ربثة وثميثة دلواثن نوديل أخوان شب حاخد لا شلو بحي تخبيق أذبض مخي قير دم شيحة بوم بثليحي وبي قلياثة نسقلق تشبحتا ويقارة وثوديثة وسخثة لش مقحية وقديشة ومحيانة هاشا ووخل زوان والعالم علمين
بسم يا مارا ولهان ريخة طموثان والسريوثان بريخة بسيمة بسيموث تحبه خل المقاوي من شخت دخطيثة يا شبان طاود بقل الجال اللان غزيل سكرتان عاجب ليلة بدأرتن محاسيني قني وخطياثي أني دك يا ذناي واني دلك يا ذناي بنامو خوب رحمو أمين مرحمان مطروالا مارا ولا هانم رحمن وثد نعمتو خلقي بداني رازي بشبحو قديشو مخياني ولا هاي كدلي وخاشي كدلي وخاشي قروخ ماري بايمان وثت حق وثت شموخ القيب داني رازق قديشي قاصخ بحنين وثوخ رشمو بمرحمن وثوخ طغرة ودمد مخيانا مارا ايشو مشيحة شمت بابا وبرونا روحة قدس العلمي آمين يسمو دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحي باسم الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد آمين بيشر شيما طار قديشة بدم محسيان دمارا يشو مشيحة بشمت بابا وبرونا روحة قدش العلمي ماراني شو عم شيحة وحبي دالها آوى وشوتا بوثة روحة قدشة تهوي عم كلان هاشا ووخل زوان والعالم علمين كلا نبذ حل ثاوي قران Thank you.
مشري ماري شينوخ بيناثان وشلا مغب لبواثن هيام حقوثق مكرز لشانان وصلي وخاونا طورة تقيناثن هيام كد أودوخ كم من كنار خاثيم ومزمرخ بسبواث نورانا يا ثاهيا مخشخ لان ماري بستوثد من نوخ مصالوخ قاموخ صلوث آذي صبيثة وقدشتا آيد ملبلك أمخ مخيان التلميذخ يا لدرازخ كل إيمان صالوت هذا خمصالوت وشكروت ومروت آون وشميان الفداش مقتي من كوثا قيو الصويا ناغي كند فحنان شخنا حيا أوين لا تعلن سيونا إلا بالصال من بيشام الطود إلى خيم الكوثا حينا وتشبع بالعالم أجل يا إلهنا وأبانا الفائض رحمة نطلب إليك مبتهلين لا يا رب لا يا رب لا تدخلنا في التجربة لكن نجنا وخلصنا من الشرير وأعوانه لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض هاشا وخلزوان والعالم علمين شلام عمخون قدشل قديش يا إبشل موثا طيب وثد محيان ماراني شوم شيحة تشتمل برحمة عم كلان عالم عالمين آمين أحيق بالبغر دورا Yeah.
كلنا خيل أيلين داويات موهوث الطيب وصدر وحس قدشا قرونا تبنان مسود رازي علين شويح وقديش ومخياني ولا نودي كلان أخذ وانشباح لا لا يا هون شو حطالي واللي تخليت تلتان دميا صلي شلاما ماني بكل يوم آثار لايقي لي ماني بكل يوم آثار واجبي لبكل زوني وخاشخي لبكل شي آثار لشكارة ولزغادة ولمشبوحي تشم مزد آن أدربوثو كما خشخت يا ماني لك يا نمحي لدبنينا شما يوثم دمد روحاني تشم خم قد شيب راز تخليث وخم شركيم حليوث التنايا ثغب اسمي قالت شوحة وشكرت لو ثغل ثمسقي كل عدانا يستاذد كل باب وبرونا وروحة قدش العلمين إيش عمران بركة ثدي وخم بارخ العمان وديخد مذبت له خل خرثة بهاوة إمان سندن خشياثان مشبخ نعم التخ قلة كنشان تدم شبح خلوخ بيوم وليلة بلبة وكمان بارخ ماران بيمن ديو خيل نيثام بآذي إذال كل ليال دقيتو خقوي ثام هلا نشلاموخ مليلا نمحبوخ بقوبو سخوثا مزيحوخ قيمتوخ نورا نيتا بشريكو ثام جيبو قاروخ يا رحمانا حن الحطا يوثان دي وخصيري بكل ششلاثة وقيدي قشي بقور بيوثا وبقود كل دوباري مطمية وسرية وقوت يا تود يا وثا شري قطري دعولي دخطي يا ثان سبابا مثلوخ وقملوخ يا قبارة لا شوق التام مرعي ثدي وخم برختا رحوقتا منوخ
بابيد الدجمند لا ريلا وشاقلا قرش ليم ايدي وخرخ لا يبقيتو خنطرتا دايموثا. مريم ثلتا يمة مارا طوانيثا يا دبصخ لاخ اديوما غذاب صخوثا دلتا دميا بكل بصخوثا دبريثا مسبب دغزيلخ حبي وغليب الموتى. يا مرخيلا يمن حنين ومرحماني ثا كمالد أمرات إدي يوما غذت نيثا تحبي وخي شوع مارد بريثا بدل مهو يمني دناطي ريب دائي موثا. سوب شلاما وشقول بركثا يمشي حي ميشو عماران بآذي إذا دقيمت وخاي ومطرد رحمي وكل خلياثا آلا هاي آثي وشبخي إلا وخن دايموثا هاشا وخل زوان والعالم علمين. بريخا هاوي دوخن بريخا هاوي.